الرئيس السيسي يوجه بتحسين الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة وتعزيز الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة. رئيس الوزراء يبحث جهود تعزيز تنافسية الصادرات المصرية والتوسع في الاستثمارات الخضراء بنسبة 50%. مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير بجنوب لبنان، والبيت الأبيض يعتبر أن التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية. كما وجه الرئيس السيسي بالعمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد فوجوك وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، خاصة في محافظات الصعيد. كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء، وكذلك مشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضد من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة. ناقش الاجتماع كذلك تطور الأعمال بمشروع محطة الضبع للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني، وما تم إنجازه على كافة المستويات هندسياً وفنياً وإدارياً، وكذا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030. تضمن الاجتماع أيضاً استعراض برامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، إلى جانب الموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى تلك المدن. كما تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واستعدادات البنية التحتية الوطنية لهذا الربط، وتم كذلك استعراض استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية لمواصلة النهوض بالخدمة وضمان جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقع في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية، من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. ناقش الاجتماع البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بالآلية، حيث تستهدف مصر التوسع في الاستثمارات الخضراء بنحو 40% و50% كاستثمارات خضراء من إجمالي الاستثمارات في خطة الدولة عامي 2024 و2025 على التوالي. كما ناقش الاجتماع أيضا الفرص الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها مع بدء تنفيذ الآلية من خلال إنشاء مصانع الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، بالتعاون مع العديد من الدول والتوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة.
جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإشارة إلى الجهود المتواصلة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريك الإماراتي والبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم. وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة. وأوضح مدبولي أن اللقاء يهدف إلى العمل على تذليل أي تحديات وحل أي مشكلات، مؤكدا على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الجهات المعنية. شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل المعنية ببحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وإصلاح مؤسسات الحوكمة الدولية بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ورحب وزير الخارجية باعتماد مخرج قمة المستقبل المتمثل في ميثاق المستقبل وملحقيه إعلان الأجيال المقبلة والميثاق الرقمي العالمي والذي أجريت المفاوضات الحكومية عليهم لأكثر من 9 أشهر، وعبر عن تقديره العميق لجهود وريادة الأمين العام في طرح مبادرة قمة المستقبل بغية تطوير المنظومة الدولية متعددة الأطراف. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق. خلال لقائه وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا بابيا بيريز على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شدد عبد العاطي على ضرورة الكف عن الممارسات التي تستهدف إدخال المنطقة في حلقة مفرغة من المواجهات والتصعيد، مشددا على رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. كما أعرب عبد العاطي عن قلق مصر البالغ من التصعيد الخطير بجنوب لبنان بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله في لبنان بعد الرد الأولي لحزب الله على انفجارات أجهزة البجر واللاسلكي التي أسقطت قتلى وجرحى قبل أيام. أضاف جيش الاحتلال أن الضربات ستستمر وستزيد حدتها ضد حزب الله، لافتا إلى نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة وأنها مستعدة تماما لإحباط التهديدات. توتر متزايد وتصعيد متواصل شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة على خلفية الضربات المتبادلة بين عدوان إسرائيلي على الجنوب اللبناني والرد من جانب حزب الله بقصف شمال إسرائيل. في هذا الإطار أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ، وذلك من طراز فادي 1 وفادي 2 للمرة الأولى التي يستخدم فيها هذان الطرازان من الصواريخ، كما أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها قاعدة ومطار رامات ديفيد خلال الصراع الجاري. حزب الله أعلن أيضا أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية لشركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا، وذلك في رد وصفه بالأولية على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره في وقت سابق هذا الأسبوع. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 115 تهديدا جويا تجاه مناطق مدنية في شمال إسرائيل، لافتا إلى اعتراض عدد منها في منطقتي حيفا والناصرة.
جيش الاحتلال أضاف أنه قصف أهدافاً لحزب الله في لبنان بعد الرد الأولي للحزب على انفجارات أجهزة البيجر واللاسلكي التي أسقطت قتلى وجرحى قبل أيام. وأكد جيش الاحتلال أن الضربات ستستمر وتزيد حدتها ضد حزب الله اللبناني، لافتاً إلى أنه تم نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة وأنها على أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات. هذا ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ أكتوبر الماضي، بعدما فتح الحزب ما وصفه بجبهة إسناد لأهالي قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وجهت ضربات لحزب الله اللبناني في الأيام الماضية بطرق لم يكن يتصورها. وأكد نتنياهو تصميم إسرائيل على إعادة السكان الذين نزحوا من مناطقهم الشمالية الحدودية مع لبنان منذ بدء العدوان على غزة قبل نحو عام. وقال نتنياهو في بيان إنه على حزب الله أن يكون قد فهم الرسالة بعد هذه الضربات، مشددا على أن تل أبيب لن تتساهل مع الهجمات عليها. من جانبه قال يواف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي إن حزب الله بدأ يدرك بعض القدرات العسكرية الإسرائيلية. أشار جالنت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم. أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية إصدار تعليمات للمستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف. وأضافت الوزارة أن مستشفى رمبام في مدينة حيفا سينقل المرضى إلى منشآته الآمنة تحت الأرض. قال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي إن التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل. أكد كيربي حرص الولايات المتحدة على توضيح خطورة التصعيد إلى الجانب الإسرائيلي، مجددا دعوته إلى التوصل لمخرج دبلوماسي للنزاع الحالي. حذرت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين بلاسخارت من اقتراب المنطقة من كارثة حقيقية مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وأكدت المنسقة الأممية على عدم وجود حل عسكري من شأنه أن يجعل إسرائيل أو لبنان أكثر أمانا مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة. قصفوهم اين ما درينا عنهم الا هم هيهم مقطعين. شو قف يا خير؟ استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة الحكر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين غرب مدينة غزة، وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41,431 فلسطينيا وإصابة 95,818 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
كشفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس أن المنشآت الصحية في جنوب غزة لديها نقص يصل إلى 70% من المستلزمات الطبية المختلفة بما فيها الأدوية وكل ما هو ضروري للعناية بالمرضى والمصابين. أضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أن عدد الأسرة في كل مستشفيات غزة يصل إلى 1400 سرير فقط، مطالبة بفتح الحدود للسماح بدخول كل المساعدات الطبية، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي أطلق من الشرق، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات. وفي وقت سابق قال مسؤول في الفصائل العراقية إنها شنت هجمات بصواريخ كروز وطائرات مسيرة ملغومة على إسرائيل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حجة شرق قليقلة. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حجة وذلك بعدة آليات عسكرية ودهمت محال تجارية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في محافظة بيت لحم. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده سوف تبقي فرض عقوبات جديدة محتملة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية قيد المراجعة، ومضيفا أنه يشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تؤدي إلى تأجج التوتر. وأشار لامي إلى أن الحكومة البريطانية من الممكن أن تفرض عقوبات أخرى على المستوطنين. تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة رغم العراقيل من الجانب الإسرائيلي. هذا وتستمر قوات الاحتلال في اتباع سياسة التجويع من خلال تقليص عدد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية. المزيد مع زميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية نتواجد معكم الآن في قلب مدينة عريش وبالتحديد في مركز الخدمات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري. هذا المكان الذي يتم فيه تجهيز المساعدات لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح البري، والذي شهد اليوم تدفقا ملحوظا لعدد من الشاحنات التي عبرت منه واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن عبور حوالي 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية. بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لبعض الشاحنات التي تحمل مساعدات وتحمل أيضا مواسير مياه خاصة بالصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى بعض الشاحنات التي تحمل وقود، وهو يعني حوالي 4 شاحنات من السولار. لكن في الوقت ذاته يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لعبور عدد من الشاحنات كانت تحمل أرز ودقيق وأيضا مستلزمات للأطفال ومستلزمات منزلية كأدوات الطهي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وكل هذا يأتي يعني لتضييق الخناق والضغط الكبير على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم يعني نتحدث عن 60 شاحنة، وهو بالتأكيد عدد ضئيل جدا لما يحتاجه الشعب الفلسطيني، ولكنه هو العدد الأكبر منذ حوالي 4 أسابيع. إذن نحن أمام تعسف إسرائيلي كبير لا زال يستخدم العنف والقسوة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية.
أهابت مصر جميع المواطنين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم. وتناشد السفارة المصريين في الصومال المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هريجيسا، وتشدد على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك. كما تناشد السفارة المصريين الراغبين في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال. جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي دعوته لاتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق السلام المعاد تفعيله لحل النزاع في جنوب السودان الموقعة، وذلك في عام 2015. جاء ذلك في بيان لرئيس المفوضية الأفريقية تعقيبا على قرار حكومة جمهورية جنوب السودان لتمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين، ما يؤدي فعليا إلى تأجيل الانتخابات من ديسمبر 2024 إلى ديسمبر 2026. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية الحاجة إلى تعددية أكثر شمولا وفعالية بعلاقات أقوى بين المؤسسات الدولية، وهو ما يعلي أو يعني تمثيلا وصوتا أكبر للدول النامية. جاء ذلك في كلمة لغوتيريش قبل قمة المستقبل، حيث وضع رشدة إصلاح لتحديث النظام الدولي بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة. شمل التحضير لقمة المستقبل المقررة اليوم أكبر عملية تشاورية قامت بها الأمم المتحدة خلال 4 سنوات. شارك فيها 1.5 مليون شخص من جميع الدول الأعضاء بالمنظمة. وخلال كلمة له بقمة المستقبل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي. اليوم أتحداكم لكي تنتقلوا من الكلام إلى العمل من أجل تنفيذ ميثاق المستقبل وأعطاء الأولوية للحوار والمفاوضات وإنهاء الحروب التي تمزق العالم وإصلاح تشكيلة أو تركيبة مجلس الأمن وأساليب عمله. أدعوكم إلى تسريع إصلاح النظام المالي العالمي، لا سيما بمناسبة مؤتمر تمويل التنمية الذي سينعقد العام القادم. وسائل إعلام رسمية إيرانية مقتل وإصابة العشرات في انفجار لغاز بمنجم الفحم في إقليم خراسان الجنوبية. أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم. وأكدت وكالة إرنا أنه تم إرسال 6 فرق تابعة لجماعة الهلال الأحمر إلى مكان الحادث. حث زعماء دول التحالف الأمني الرباعي كواد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في المجال البحري، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار، وضرورة إعطاء الأولوية القصوى للوفاء بهذا الالتزام. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره زعماء دول التحالف الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، في ختام قمتهم التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مسقط رأسه بولاية ديلاور الأمريكية. وشارك فيها إلى جانب بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس. استأنف طلاب جامعة العاصمة البنغالية داكا دروسهم بأجواء احتفالية بعد أسابيع طويلة من التوقف للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء السابقة. وأمرت الحكومة السابقة في بنغلاديش بإغلاق كل المؤسسات التعليمية في ذروة الاحتجاجات على نظام الحصص في الوظائف العامة. وشهدت داكا احتجاجات موسعة بعد إعادة العمل بنظام يخصص أكثر من نصف الوظائف العامة لمرشحين معنيين نحو ثلثهم من أحفاد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب استقلال بنغلاديش، مما أثار غضب الخريجين الذين يواجهون أزمة في توظيف حادة هناك.
حذرت منظمة الأغذية والزراعة FAO من أن نحو 282 مليون شخص حول العالم يواجهون جوعا حادا بسبب الآثار السلبية لظاهرة النينيا المناخية. يأتي ذلك في ظل توقعات مركز التنبؤ بالمناخ في سبتمبر بأن هناك فرصة بنسبة 71% لبدء ظاهرة النينيا في الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر من عام 2024. أزمة تهدد العالم الفترة المقبلة أبرزتها تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة FAO، حيث حذرت من أن نحو 282 مليون شخص حول العالم يواجهون جوعا حادا بسبب الآثار السلبية لظاهرة النينيا المناخية. ولمن لا يعرف ظاهرة النينيا، فهي ظاهرة مناخية متكررة تجلب درجات حرارة محيطية باردة بشكل غير عادي في المحيط الهادئ، مما يؤدي غالبا إلى زيادة في الأحداث الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير والأمطار الغزيرة. ووفقا لتوقعات مركز التنبؤ بالمناخ الاحتمالية الصادرة في سبتمبر، فإن هناك فرصة بنسبة 71% لبدء ظاهرة النينيا في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن تستمر من يناير إلى مارس 2025. وفي ظل تلك التحذيرات أكدت منظمة FAO أن الوقت قد حان لإدارة الكوارث بشكل مختلف. فمنذ ظاهرة النينيا الكبرى في 2015-2016 أحرزت المنظمة وشركاؤها تقدما كبيرا في اتباع نهج أكثر استباقية في التعامل مع الكوارث، موضحة أنها تمكنت وبفضل الدعم المقدم من الشركاء من التصرف في وقت مبكر في مواجهة ظاهرة النينيو الأخيرة وحماية 1,700,000 مزارع قبل المخاطر في 24 دولة، وكذلك حماية سبل عيشهم وتمكينهم من الاستمرار في إنتاج الغذاء على الرغم من الصدمات. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تسليح بلاده بالقدرات العسكرية الصاروخية بعيدة المدى. وقال زيلينسكي إن بلاده تحاول إقناع الشركاء وستواصل الحديث عن ذلك في الأيام المقبلة. هذا ويشارك وفد أوكراني بقيادة الرئيس زيلينسكي في قمة المستقبل التي تنعقد اليوم وغدا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها لن تشارك في أي مؤتمر محتمل جديد حول أوكرانيا على غرار ما عقد في سويسرا في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن هذه القمم ليس لها علاقة بالتسوية. قالت أيضا إن روسيا لم ترفض التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة وأنها مستعدة لمناقشة مقترحات جدية تأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض والواقع الجيوسياسي والمبادرة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الصدد في 14 من يونيو الماضي. специальной военной операции Зеленский способен на самые безрассудные циничные шаги. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت منصة صاروخية أمريكية الصنع من طراز هيمارس تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، وذلك من خلال استخدام صواريخ من طراز إسكندر. وأكدت الوزارة أنه بعد عمليات لاستطلاع تم رصد المنصة التي كانت معدة لإطلاق صواريخ على الأراضي الروسية وتم تدميرها بالكامل مع طاقمها. هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام كييف أطلق النار بشكل عشوائي على أهداف مدينة أو مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردا مناسبا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
انطلق العام الدراسي الجديد في مختلف محافظات مصر، حيث انتظم نحو 25 مليون طالب فيما يقرب من 60 ألف مدرسة. وسط ضوابط وزارة التربية والتعليم الجديدة للحد من الغياب بالمدارس ومواجهة الدروس الخصوصية، هذا وشهدت المدارس حضورا كبيرا في أول أيام الدراسة سواء من الطلاب أو المعلمين والإداريين والهيئات المعاونة. أجواء من البهجة والسرور على وجوه الطلاب والطالبات، هكذا كانت الصورة في أول أيام العام الدراسي الجديد في المدارس بأنحاء الجمهورية. القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات كانت في طليعة متفقدي سير العملية التعليمية على أرض الواقع للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال الطلاب بشكل جيد، والتأكيد على دور العملية التعليمية في بناء المجتمع كونه أحد أهم ركائز التنمية الشاملة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة لكل أولادنا، ولكن إن شاء الله على تمر العام الدراسي كله بإذن الله هنكون معهم جوه الفصول نشوف العملية التعليمية بتدور إزاي. وزي ما اتفقت مع مدير السادة مدير المدارس، إحنا هنبدأ يومنا ببداية اليوم الدراسي باب المدرسة يتقفل لنهاية اليوم الدراسي، استعداد مدرسة ومدرس وطالب. إحنا هنا في محافظة بورسعيد عندنا 534 مدرسة بتستقبل 184 ألف طالب هذا العام في جميع المراحل، التعليم العام والتعليم الفني. ونتقدم طبعا، احنا مرينا على جميع المدارس بفضل توجيهات معالي اللواء أركان حرب محب حبشي، وتم الاستعداد على أكمل وجه لاستقبال أولادنا والإطمئنان على سلامتهم وأمنهم وطمأنينة أولياء الأمور على حسن العملية التعليمية في محافظة بورسعيد إن شاء الله، وعام سعيد إن شاء الله يلاقوه في المحافظة الباسلة بإذن الله. طبعا مدارس التعليم الخاص من فترة طويلة وهي في أتم استعداد على قدم وساق لاستقبال العام الدراسي الجديد. طبعا إحنا السنة دي عندنا عام مختلف، عندنا مبادرة للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي بداية جديدة لبناء الإنسان، كانت من ضمن أولويات مدارسنا إن إحنا إزاي نزرع في أولادنا الأخلاق وإزاي ننشئ جيل جديد قادر على تحديات المستقبل. تفقدات هدفت في المقام الأول إلى التأكد من توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، فضلا عن حث المعلمين على بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل مستوى تعليمي وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد على رفع مستوى التعليم بجميع المراحل التعليمية المختلفة. وفي إطار إذكاء الشعور بالانتماء للوطن، خصصت المدارس في يومها الأول أول حصصها التعليمية للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، وهو التوجه الذي حرصت عليه وزارة التربية والتعليم لتعميق الرابط بين المواطنة والهوية الوطنية بشكل طبيعي. أولياء الأمور كانوا ولا زالوا في صورتهم التقليدية بجوار أبنائهم في أول أيام العام الدراسي الجديد، خاصة أولئك الذين يستهلون مشوارهم التعليمي في صفوفهم الأولى بهدف إزالة رهبة البدايات من قلوب صغارهم. وفرحانة أنا اللي جيت المدرسة في أولى شعراوي، نفسي أطلع مهندس. مبسوطة أوي لما جيت للمدرسة عشان نفسي أطلع مهندس. جيت المدرسة النهاردة وفرحان أوي ونفسي أطلع باشمهندس روبوتات. عام دراسي جديد بدأ منتظما وسط فرحة من الطلاب وذويهم، لتتضح من اليوم الأول جهود الدولة متمثلة في قيادتها التنفيذية لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية وتهيئة المناخ المناسب والآمن والصحي للطلاب أثناء يومهم الدراسي. We'll be right back.
تفقد محافظ شمال سيناء خالد مجاور العام الدراسي الجديد في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية. أكد المحافظ على انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة، وعددها 624 مدرسة، مقيد بها 123,319 طالبا وطالبة، ويعمل بها نحو 9,000 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الزيارات الميدانية المتواصلة التي يقوم بها تستهدف تقييم تحقيق الآليات والإجراءات المعلنة على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيواصل زيارته للمدارس من مختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة العملية التعليمية وضمان تقديم جودة تعليمية متميزة للطلاب، مثنيا على جهود المحافظة في انتظام العملية التعليمية. وخلال تفقده لانتظام سير العملية التعليمية بمحافظة قنا، أشاد وزير التربية والتعليم بمعلمي فصل على المعاش يعمل متطوعا، ووجه له الشكر والتقدير لرغبته في تعليم أبناء قريته. هذا وحرص وزير التربية والتعليم أيضا على تفقد سير العملية التعليمية بمدارس الأقصر للاطمئنان على جاهزية المدارس والفصول الدراسية وتسليم الكتب الدراسية، وذلك لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة وانتظام العملية التعليمية. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أن مناخ الاستثمار في مصر الآن يفتح ذراعيه تماما لكل اقتراح أو مشروع فرنسي للعمل والاستثمار في مصر. خلال استقبال سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفاليي وأعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، بحث الجانبان تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين. من جانبه وصف السفير الفرنسي العلاقات بين القاهرة وباريس بأنها وثيقة للغاية، لا سيما على الصعيد السياسي والشعبي، مؤكدا على أن الشعب الفرنسي دائما ما ينظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص. كما أشاد الوفد الفرنسي أيضا بدور مصر المحوري على المستويين الإقليمي والدولي. التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع كل من المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس المجلس الانتقالي اليمني رشاد العليمي ورئيس كوتوفار الحسن وتارا وولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد صباح، حيث قدموا تحياتهم وتقديرهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصهم على مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية مع مصر. وخلال اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية على هامش الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل المعنية، حيث بحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، ناقش وزير الخارجية آليات التنسيق والتعاون إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا من جانبه حرص مصر على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أربح أرحب وأوسع. هذا وعقد وزير الخارجية اجتماعا مع رئيس وزراء كرواتيا ووزراء خارجية الجزائر وكينيا وإريتريا ونيجيريا وموناكو ووزير الدولة الأوغندية. استقبل وزير العدل عدنان فنجري الأنباء به من مطران نقادة وقوس مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس والمهندس كامل ميشال عضو مجلس الشيوخ منسق لجنة العلاقات العامة بالكنيسة، وذلك لتقديم تهنئة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية وتقديم التهنئة لوزير العدل بمناسبة توليه حقيبة الوزارة. وخلال هذا اللقاء أعرب وزير العدل عن امتنانه لهذه الزيارة وتقديره الكبير لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، مثمنا دور الكنيسة الوطني والاجتماعي ومتمنيا دوام التوفيق والسداد وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة وشعبها بدوام الاستقرار والأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي أن التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة وما أحدثته المشروعات القومية الكبرى تمثل طفرة تنموية كبيرة. جاء ذلك خلال كلمة وزير قطاع الأعمال العام في افتتاح ملتقى بنات مصر في دورته التاسعة والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بعنوان فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية وبمشاركة وفود عربية وأفريقية وممثلي شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل. التقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلا بعدد من أعضاء مجلس النواب لبحث عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم. تناول هذا اللقاء دراسة طلبات تخصيص قطعة أرض ضمن أملاك الري لإقامة مجمع خدمات لخدمة الأهالي وموقف تسليم الأبار الجوفية الحكومية لروابط مستخدمي المياه لتولي مسؤولية التشغيل والصيانة. كما شهد اللقاء مناقشة عدد من شكاوي الأهالي فيما يخص عددا من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد. وقد وجه الوزير أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أنه يجرى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية في القرى المصرية في إطار تنفيذ مشروع حياة كريمة والذي يستهدف تطوير الريف المصري ويستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن بما يعادل نحو 50% من سكان مصر. وخلال مشاركته في جلسة الأمل من أجل رقمنة مستقبل رقمي للجميع شامل وهادف والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أكد وزير الاتصالات أنه يجرى مواصلة العمل في رقمنة الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر قنوات متعددة لضمان إتاحتها لجميع المواطنين. مشاهدينا، والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة. نتوقف مع أهم أنباء الاقتصاد ومحمد عبد الله. إليك محمد. شكرا لهام وشكرا فاطمة. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025 مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب. يعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة بعنوان الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، والذي أوضح خلاله أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارا أكثر استقرارا وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي. وتوقع التقرير أن يسجل النمو العالمي في كل من عامي 2024 و2025 2.7%، ويمثل هذا تعديلا صعوديا بنسبة 0.3% لعام 2024 مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي. وتعكس تلك الأرقام بشكل رئيسي أداء اقتصاديا أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا تحسن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصاديات الكبرى خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة. قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث عقد لقاء موسعا مع محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
ووجه الوزير بتشكيل جمعية لمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، على أن تتولى محافظة سوهاج رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية وتوفير وسائل نقل جماعي تسهم في نقل العاملين من وإلى تلك المناطق بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بإعادة جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، الجلسة الثالثة على التوالي مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات بلغت 3,700,000,000 جنيه. وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,100,000,000,000 جنيه. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 31,038 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7,234 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10,335 نقطة. أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن المؤشر السعودي واصل مكاسبه نتيجة التكهنات باستمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع المؤشر السعودي 4% في حين انخفض المؤشر القطري 2%. نهاية أخبار اقتصاد. من جديد أعود إلى فاطمة وريهام. شكرا محمد عبدالله على هذه الوقت الاقتصادية. ووصلنا مشاهدين الآن إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بتحسين الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة وتعزيز الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة. رئيس الوزراء يبحث جهود تعزيز تنافسية الصادرات المصرية والتوسع في الاستثمارات الخضراء بنسبة 50%. مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير بجنوب لبنان، والبيت الأبيض يعتبر أن التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.